ايوه يا حبيبي. ايوه منار، ممكن تجيلي دلوقتي حالا المكتب عشان نروح مع بعض النيابه؟ ليه يا حسام؟ خير؟ في حاجه؟ بيقولوا ان اللي قتل عمر اعترف. حاضر حاضر يا حسام، انا جايه لك حالا حالا. ابعت لي العنوان. عنوان ايه يا منار؟ انا بقول لك تعالي لي الشركه، انت نسيتي ولا ايه؟ ما انا عارفاه، بس انا تايهه والطريق زحمه. ابعت لي لوكيشن. اهلا يا مدام منار. اهلا يا انجي. استاذ حسام مستني حضرتك جوه. ميرسي. اتفضل. تعال يا منار. ايه يا حبيبي؟ المدام الاستاذ محمد الرحماني من اسكندريه. حصل لنا الشرف. اهلا. اتفضلي يا منار، انا دقيقه اقعد معاكي. اتفضلي يا هاني، اتفضلي. قلت ايه يا حسن باشا؟ لو ممكن تبعت لي ايميل بالبروجكت عشان ادرسه انا والتيم ابقى شاكر جدا. براحتك على الاخر. اهم حاجه بس تبقى عارف ان الارض ديت مفصوله لي ب 40 مليون جنيه. انا اللي راكنها بقى عشان المشروع بتاعي ده. تمام، انا ممكن ابعت حد كمان يبص على الارض ويطلع على الاوراق. حد ايه وسبت ايه؟ حضرتك اللي هتيجي او تشرفنا، والهانم برضه تشرفنا معاك. او بالمره ناكل اكل السمك وجمبري واستاكوزا وبساريا وهنحلي بايس كريم. هي الهانم من اسكندريه؟ لا. يا سبحان الله، بس انا اتهيالي ان انا شفتك عند عزه بتاع الجيلاتي. يخلق من الشبه 40. سبحان الله. عموما حصل لنا الشرف. الاستاذ الرحماني عنده ارض في كينج مريوط، عايز يعملها مستشفى لعلاج الادمان وشويه فندقيه، يعني سياحه علاجيه. علاج الادمان دي فكره هايله قوي. عجبتك الفكره؟ جدا. يعني قلت نلم المدمنين والسرسجيه ونحطهم في مكان واحد عشان نشتغلهم نعالجهم يعني، وعملت لهم فندق برضه لاهليهم عشان يطلوا عليهم وياخدوا بنفسهم يبقوا مرتاحين اخر راحه. طيب يا استاذ رحماني، انت نورتنا. النور نورك احسن باشا، بس ما تاخذنيش يعني، خليه ببساطه احمدي. انا اسمي حمو، صحاب الانتيم مسميني حمو. محمد دي في البطاقه بس لزوم الشغل. خلاص اتفقنا يا حمو. فرصة سعيدة، حصل لنا الشرف. حصل لنا الشرف يا هانم. الشرف ليا. السلام عليكم.